للمرة السابعة على التوالي فشلت بلدية رهط في إقرار ميزانية البلدية، حيث صوت إلى جانب الميزانية 9 أعضاء من تحالف الخير مقابل 9 أعضاء من تحالف بلدنا. هذه ثمن جلسة بالنسبة للميزانية ومش راح تكون عليها مصادقة، وأنا بقول لك كمان حتى يكون 20 جلسات على الميزانية مش راح تكون في المصادقة. إذا في ائتلاف وبنخلص اليوم ائتلاف بعد نص ساعة بكون في ميزانية، ما في ائتلاف مش راح تكون في ميزانية، خسارة على الوقت. منذ البداية لا يريدون التصويت على الميزانية وربطوها بقضية الائتلاف البلدي، ولم نتوصل حتى الآن إلى حل يرضي الطرفين بالنسبة للائتلاف البلدي، بالرغم من أننا وافقنا على مطالبهم الأولى إلا أنهم رفعوا سقف مطالبهم وكل مرة يفعلون ذلك، ولا نستطيع أن نبقى نلبي طلباتهم لأن طلباتهم زادت عن حدها وأصبحت غير قابلة لأن نلبيها. ويلاحظ عزوف المواطنين عن الوصول إلى مبنى البلدية وجلساتها التي يتم خلالها البت في إقرار الميزانية، ما يؤكد حالة من اليأس من الوضع السياسي الراهن في المدينة. الشيء الإيجابي اليوم في الجلسة أنه بعد 8 أشهر يعني استطاع أعضاء المعارضة أن يتحدثوا عن الميزانية لأول مرة، يعني هذا سبق حقيقي، يعني هذا شيء جيد يعني يشكروا عليه ويحمدوا عليه أيضا. ولكن القضية تبينت يعني بعد ذلك أن القضية هي ليست الميزانية وإنما هو حل المجلس البلدي. نحن عملنا خلال 8 أشهر من أجل ائتلاف واسع وشامل، قمنا بإعطائهم حوالي أكثر من 70% من ملفات البلدية، لكن للأسف الشديد الجماعة كانهم يعني بيحبوا حكم الأغيار والآخرين. وكان وزير الداخلية قرر مطلع الشهر الجاري تمديد فترة إقرار الميزانية في 4 سلطات محلية حتى نهاية سبتمبر أيلول المقبل، وهي الفترة الأقصى التي أقرها القانون.